سلام ونعمة الرب يسوع عليكم جميعا أحبائي المباركين. بشكر الرب من أجل الفرصة المباركة دي، أشكر محبة الأباء اللي أدوني هذه البركة لخدمة إنجيل قداس هذا الصباح. النهاردة أحد المخلع بيتسمى كده، الكنيسة سميته كده، وده ربما أدق اسم اختارته الكنيسة وبعناية، وكأنها عايزة تقول ما كانش فيه حتة سليمة، كان مخلع من كل ناحية. أنا كنت حابب أشارككم بباوربوينت بس لحد الآن الظاهر الصورة ما ظهرتش، المفروض تظهر علشان في بعض الحاجات كنا عايزين نشوفها مع بعض. احنا ممكن ممكن احنا نقرا موضوع شفاء الرب يسوع لهذا المريض، نقراه قرايه عاديه جدا ونجتازه ونعتبرها هي مجرد معجزه من معجزات الرب يسوع، ده ممكن. لكن اللي عايز يستفيد فعلا، هناك في ابعاد لاهوتيه مقصوده وفي كلمات معينة قصد الوحي الإلهي أنها تكون موجودة في إنجيل قداس هذا الصباح. ده اللي احنا عايزين مع بعض نشوفه بنعمة الرب يسوع. نحاخد مجرد لمحة تاريخية في البداية. عن بركة بيت حسدة، ايه هي وليه الوحي الإلهي ذكر معاها كلمة باب الضأن. بيقول القديس يوحنا كده: وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها 5 أروقة. بيت حسدة يعني بيت الرحمة، بيت الشفقة، المكان اللي فيه حنان الرب انسكب على هذا الشخص. وبيت الشفقة الحقيقي هو شخص المسيح وصليبه المبارك اللي من خلاله انسكبت رحمة الله، رحمة الآب على البشرية كلها. لها 5 أروقة. أروقة يعني برندة، البرندة كده يكون فيها عواميد ومسقوفة من فوق، يسمى رواق. كان لها 5 أروقة، ومش طبيعي أن الوحي يهتم بهذه الأمور إن لم يكن وراء الكلام بعد لاهوتي معين هو يقصده. كان ممكن يقول لنا كان الإنسان ده عند البركة، شكرا، كان الإنسان ده عند البركة وخلاص وجاء المسيح وشفاه. ليه بيقول 5 أروقة وليه بيحدد الأماكن دي؟ ده اللي احنا بنعمة الرب عايزين نشوفه مع بعض. كان في هذه مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم. عسم يعني اللي عنده بعد عنكم شلل في الإيد أو في الرجل، يتوقعون تحريك الماء. وهنا ببساطة الوحي بيقول لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. يبقى بعض الناس غير المؤمنين حاولوا يقولوا لا، البركة دي ما فيش ملاك بينزل ولا أي شيء، دي مجرد تفاعلات كيميائية بتحصل، واللي كان بيشفى بيشفى. فعقيدة الناس إنه ملاك كان بينزل، حقيقة لا، الوحي ما قالش كده. الوحي الإلهي هنا صريح جدا، لأن ملاكا كان ينزل ويحرك البركة، فمن نزل أولا كان يشفى. يبقى إذن في كلام وإيمان وعقيدة واضحة جدا، وما هي إلا رحمة الرب اللي بدأت تعد للرحمة الكبرى في صليب المسيح، له كل المجد. خلينا نشوف بركة بيت حسدة كانت فين، وليه الوحي الإلهي في يوحنا النهاردة ذكر باب الضأن. شوفوا معايا كده، دي صورة قديمة لأورشليم.
لو شفنا كده مع بعض نكبر الصورة شوية، هتشوفوا باب الضأن هو المكتوب عليه شيب جيت. هنا في المنطقة دي شايفين دي؟ هي دي الشيب جيت، ده باب الضأن. طيب فين البركة؟ ده باب الضأن اهو، ودي بركة بيت حسدة زي ما انتوا شايفين كده مع بعض. يبقى إذن ليه سموه بقى باب الضأن؟ باب الضأن لأنه ده الباب اللي بتدخل منه الذبائح مباشرة إلى الهيكل. هو الهيكل قدامكم. ده الهيكل هنا. فبيتسمى باب الضأن لأنه منه تعبر الذبائح إلى الهيكل. وزي ما احنا شايفين بركة بيت حسدة على طول جوار هذا الباب. خلينا أشوف خريطة تانية عايز أشرح لكم فيها بعض الأشياء المهمة جدا. الدائرة دي اللي انتوا شايفينها دي بركة بيت حسدة اهي، وده باب الضأن. بس لاحظوا العبادة القديمة في الهيكل اليهودي اهي، ده القدس وقدس الأقداس اللي انتوا شايفينه. المربع الصغير ده ده مذبح المحرقة اللي كان بتقدم عليه الذبائح. بس لو لاحظتوا الاتجاهات، هنا كده شمال وتحت جنوب وهنا غرب وهنا بالتأكيد الشرق. يبقى إذن العبادة في القديم ما كانوش متوجهين زينا كده للشرق، لا دول كانوا متوجهين للغرب. طيب ليه يا ترى؟ ليه ربنا أسس العبادة في العهد القديم موجهة للغرب؟ في جزئية هامة لاهوتية هنا لازم نعرفها، باب الضأن. بس باب الضأن مش كباب، باب الضأن اللي قال عن نفسه أنا الباب، شخص المسيح. تعالوا شوفوا معايا، يعني الكاهن في بالمناسبة مذبح البخور كان هنا، يعني الكاهن هو بيصلي وبيشعل البخور هو متوجه للغرب، ولما كان بيقدم الذبيحة برا في المذبح هو بيتوجه للغرب، ولما كان يعمل الطقس جوا في يوم الكفارة العظيم كان بيتوجه أيضا للغرب. إيه الفكرة اللاهوتية هنا؟ بصوا آدي الصليب اللي قدامكم، دي الجلجسة، دي الجلجسة، المسيح اتصلب هنا والمسيح قام هنا في نفس المكان. لأنه القديس يوحنا بيقول لنا جنب المكان اللي اتصلب فيه المسيح بستان، وفي البستان قبر جديد. يعني كانوا بيتوجهوا للغرب عيونهم للذبيحة، عيونهم لباب الضأن الحقيقي، عيونهم للكفار اللي هيجي. ما كانش بس مجرد انهم بيتجهوا الى الغرب علشان بعدين الرب يسوع يحولنا الى الشرق، لا، كانوا متجهين الى مكان الصليب، مكان الذبيح الحقيقي، شخص المسيح اللي عيون البشرية كلها بعد ما عرفت المسيح متجهة إلى هذا الباب، إلى شخص المسيح له كل المجد. بالمناسبة المسيح صعد للسماء من هنا. جبل الزيتون. يبقى آدي النقلة اللي حصلت. بعد ما كانوا بيبصوا لصليب المسيح في الغرب راح نقلهم نقلة كبيرة إلى الشرق وصعد. والملائكة قالوا إيه للتلاميذ؟ اللي انتوا شايفينه صاعد ده زي ما انتوا شايفينه صاعد هو هيجي برضو. عشان كده المسيحيين راحوا متوجهين للمكان الذي سيأتي منه الذبيح الحقيقي الذي فدى العالم كله وقام وصعد.
صعد حامل طبيعتنا، طبيعتنا البشرية الممجدة. فأصبحت أنا وإنت النهاردة نبص نشوف طبيعتنا البشرية جالسة في السماء، ده رجاءنا. فالمسيح بيقول إيه في الوحي الإلهي في الكتاب؟ بيقول أجلسنا، أجلسنا ده فعل إيه؟ ماضي. أجلسنا في السماويات في المسيح يسوع، يعني إحنا جالسين الآن في جلوس المسيح الذي قال أنا حي فأنتم ستحيون. دي هي الفكرة الأساسية. إذن باب الضأن هو باب الذبيحة، هذا الباب الذي دخل منه المسيح وخرج مرات عديدة إلى الهيكل، لأنه هو الذبيح الحقيقي الوحيد. تعالوا نشوف مع بعض موقع إيه النهاردة، وإحنا بنوثق الجزئية دي عشان نعرف فين بركة بيت حسدة. أهي في نفس المكان، هنا كان الباب بتاع الضأن. هنا للأسف اللي انتوا شايفينه قبة الصخرة دي محطوطة على القدس وقدس الأقداس، تماما على القدس وقدس الأقداس. ولذلك ليس من الغريب أن هؤلاء الناس عندهم المقدرة أنهم يبنوا مليون هيكل، لكن لا، هم عايزين المكان ده لأنه ده المكان المقدس الذي قدس منذ القديم، ساعة ما داود حط أول خيمة في حقلة أرنان اليابوسي كانت هنا، وجي سليمان بنى الهيكل هنا، ولما سابوا ربنا، ربنا قال لهم أنا كمان هسيبكم. الترك ده ترك مؤقت إلى وقت ما سيعود شعب إسرائيل مرة أخرى ويؤمن بالفادي والمخلص. ده رسم تقريبي لبركة بيت حسدة، شايفين؟ هذه البركة هنا، وده الباب الشمالي، ده الحيطة الشمالية، الحائط الشمالي للهيكل. نسيت أقول لكم هم بيبكوا هنا، حائط المبكى هنا. بيبكوا في الحتة دي. بيبكوا ومتجهين للشرق الجديد. شيء عجيب جدا، وكأنهم منتظرين المسيح الحقيقي الذي أتى وسيأتي مرة أخرى. فإذا ده الحائط، لو إحنا رجعنا للصورة دي يبقى الحائط الشمالي أهو، يبقى بركة بيت حسدة في مكانها السليم في الجهة الشمالية، تميل قليلا إلى الشرق. لو حطيناها مع الصورة دي أهي نفس المكان، الجهة الشمالية الشرقية، الجهة الشمالية الشرقية. يبقى احنا بنعمل ايه؟ احنا بنوثق هويتنا الجغرافية. لازم نهتم بالموضوع ده لانه في محاولة طمس الهوية المسيحية الجغرافية بتاعت الكتاب المقدس. انتوا اصلا ما كانش في شيء اسمه هيكل، ازاي ده الانجيل بيتكلم عن الهيكل والمسيح دخل الهيكل والمسيح له كل المجد علم في الهيكل والمسيح تكلم عن نقض الهيكل، فكيف بكل بساطة ينسخ مفهوم الهيكل؟ إذن هذا الشخص المريض موجود عند بركة بيت حسدة حيث مرضى كسر. هذه حالة هذه الأمة، الأمة اليهودية مريضة في بعدها عن الله، كلهم عمي عرج عصب، متوقعين شيء ربما يحصلوا عليه وربما لا، لأنه اللي بينزل أولا هو اللي بيحصل على الشفاء. نرجع هنا مرة أخرى، في عرفنا بركة بيت حسدة، خلونا نعرف كمان أكثر عن باب الضأن، لأنه باب الضأن هو شخص المسيح اللي قال عن نفسه أنا هو الباب. تعالوا نشوف الباب ده تاريخه فين. نحميا أول مرة يذكر اسم الباب، هو موجود بس أول مرة يذكر باب الضأن في نحميا 3:1 لما رجعوا من السبي وحبوا يبنوا أسوار أورشليم مرة أخرى. وقام الياشب الكاهن العظيم، عارفين الكاهن العظيم يعني إيه؟ رئيس الكهنة زي البابا دلوقتي كده، وإخوة الكهنة وبنوا باب الضأن.
أول باب تم تقديسه بعد الرجوع من السبي هو باب الضأن، باب الذبيح، باب المسيح، مش أي باب آخر. وشوفوا الكلام الذي قيل في هذا الباب يلفت النظر. اتقال إيه؟ هم قدسوه وأقاموا مصاريعه وقدسوه إلى برج المئة، إلى برج حننئيل. يبقى عندنا دلوقتي هنا شيء أيضا يلفت النظر، قدسوه، والتقديس ممكن يكون بالذبائح غير الذبائح اللي بعدين اللي هيدشنوا بيها. قدسوه بمعنى الكهنة بس هم اللي هيشتركوا في بناء هذا الباب. طب ليه؟ لأنه ده باب الأبواب، ده باب الذبيحة، الباب اللي هيدخل منه الذبيح الفادي الحقيقي، الباب الذي يشير إلى شخص المسيح له كل المجد، الباب اللي عليه الأنظار. وأي أنظار بعيدة عن الباب ده هتفشل، لا يمكن إنها تخلص. الباب الوحيد اللي يدي خلاص هو باب الضأن، شخص المسيح. إلى برج حننئيل، حننئيل يعني الله حنان. وبنشوف هنا قدسوه إلى برج المئة، وده يورينا الخراف الضالة. من المئة لو ضع واحد يترك 90 على الجبال ويذهب يطلب البار. دي مجرد صور إلى باب الضأن. وكان برا في سوق للماشية، والماشية اللي بتختار كذبائح بيدخلوا بيها إلى باب الضأن. عايز أقول لكم إنه المسيح هو الذبيح من اليوم الأول اللي اتولد فيه. هو اتولد فين؟ في مزود، مزود أبقار. يعني المسيح من أول يوم حط رجله على أرضنا بيقول أنا الذبيح، دوركم انتهى. الذبائح الحيوانية دوركم انتهى، بيبدأ الآن دوري أنا. عشان كده اللي بيرسموا لنا في المزود غير الأبقار وغير الخراف مش دقيق. ما كانش في المزود غير الذبائح التي تقدم كذبائح عبادية على مذبح الرب، ما يرسموش أي حيوانات أخرى. بنشوف هنا صورة تكبيرية مرة أخرى لأسوار أورشليم. آدي باب الضأن، تم تقديس من فين؟ الكهنة قدسوا من باب الضأن من هنا إلى الله حنان، إلى برج حننئيل. كل المنطقة دي هم اللي قاموا بتقديسها، وفي الوسط برج المئة، المئة خروف اللي تكلم عنه من المسيح. لو ضاع واحد هو هيروح يأتي بهذا الضائع. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. أول شيء بيخلص، يحصل على الخلاص، ثم يحصل على الشبع والحرية، يدخل ويخرج ويجد مرعى. القديس بولس الرسول قال أنا مش عايز أشوف شيء بينكم إلا باب الضأن، إلا يسوع المسيح وإياه إيه؟ مصلوب، إياه الذبيح، مش شيء آخر. بالمناسبة القديس يوحنا ما ذكرش باب الضأن ولا خمسة أروقة ولا هذا المقعد في هذا المكان من فراغ، إلا ليربط لنا هذا الربط. ما وراء الكلمات هناك أبعاد لاهوتية رائعة لازم نتعلمها ونستفيد منها ونتغذى بها. نرجع للمريض. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. وعجيب أن يذكر لنا 38 سنة. طب ما احنا شفنا مرضى كتير عمل لهم المسيح معجزات، البعض ذكر والبعض لم يذكر، لكن ليه 38 سنة هنا؟ ليها إشارة حنقول عنها. بس حابب أقول لكم يعني قبل ما يتولد المسيح الراجل ده هنا، قبل ما يتولد المسيح الراجل ده قاعد عند، تخيلوا هذا البؤس وهذا الشقاء، قاعد 38 سنة عنده أمل أنه يقدر ينزل أول واحد، بس جسده مش مساعده لأنه إنسان مخلع زي ما سمته الكنيسة تماما. حنخلي 38 ونرجع لها بعد شوية. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له أتريد أن تبرأ؟ يمكن بثقافتنا إحنا
السؤال مش واضح قدامنا، طب ما أنا عايز أبرأ فعلا، هو في حد في مكان يتسأل السؤال ده؟ المسيح لا يريد هذه الإجابة ولا يسأل هذا السؤال. المسيح حينما قال له أتريد، هو يبحث فيه عن هذا الرجاء. مع هذه السنوات الطويلة يا ترى ما زالت عندك ذات الإرادة بذات القوة، ولا الخطية دمرتك، ولا الخطية انتزعت كل رجاء فيك، ولا أنت ما عدتش تفكر في الأمر، وهو قاعد مع القاعدين صابت صابت خابت خابت. هل تريد أن تبرأ بذات الطاقة التي جئت بها هنا أولا؟ خلينا أقول لكم، بيكون عندنا طاقة أحيانا روحية حلوة جدا أن احنا عايزين نتوب وندخل في هذا الإطار وندخل في جماعة القديسين، وبعد شوية نبتدي إيه؟ نخمد شوية 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 ونسأل ليه إحنا فترنا؟ إيه الفتور الروحي اللي حصل في حياتنا؟ عايز أقول لك شيء تخليه في بالك، الكتاب بيقول لا تقاوموا الروح. يعني لو روح ربنا جه جواك دلوقتي وقال لك بلاش الموضوع ده، وانت قلت مش قادر مش عاوز، دي مقاومة، بعد شوية تنسحب الطاقة الروحية اللي فيك وتسأل هو ايه اللي حصل؟ لا، اللي حصل اني قاومت روح ربنا، قال لي مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بلاش دي، بلاش الخطية دي، بلاش الكلام ده، بلاش النكت الخارجة. وكان جواي صوت واضح انا ما سمعتش، يسحب الطاقة الروحية اللي يسحب البركات، وبعد شوية الاقي نفسي ايه؟ انا فاتر روحيا. أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء. ليس لي إنسان. معلش سامحوني يا إخوة إذا قلت لكم النهاردة إحنا بنعمل كده. زمان كان إكرم أباك وأمك، دي وصية على الرأس، بس دلوقتي في بيوت مسنين وممكن بكل بساطة أتخلى عن أبوي وأمي أخليهم في بيت المسنين. ليس لي إنسان. يمكن إن الشخص ده قعدوا معاه شوية استحملوه سنة وخلاص بعد كده سابوه، مش هنقعد معاك. ليس لي إنسان، بس ده بيورينا أدي الإنسان قاسي وأدي الخطية أقسى وأسوأ، وإن هي طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء أقوياء جدا. هذا الشخص حنشوف المفتاح نهاردة، عندنا آيتين في غاية الأهمية، آية بتفتح وآية بتقفل في نفس الأصحاح بتاع النهاردة. ماليش إنسان يلقيني في البركة، ده معناها إنسان مش عارف يتحرك، شبر شبرين، لسه يدوب بيحاول ينزل قدامي آخر، ما عندوش القدرة، إنسان مخلع فعلا. اللي وصله لكده الخطية مش شيء آخر. تعالوا نشوف المفتاح بتاع النهاردة. قبل المفتاح خلينا نرجع لل 38 سنة سفر التثنية. التثنية يعني الإعادة، بيثني بيقول مرة تاني الشريعة. موسى بيقول للشعب إيه؟ بيقول لهم والأيام التي سرنا فيها من قادش برنيع حتى عبرنا وادي زاراد كانت كام؟ 38 سنة. الشعب اللي عنده خمسة أروقة، خمسة إيه؟ خمسة أسفار، خمسة أسفار الناموس، خمسة أروقة. الشريعة لا تفعل شيء، الشريعة تجعل اليهودي مسؤول أمام الله لكن لا تعطي حياة، افعل 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 ولكن لا تعطي حياة. حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك، مش قادر، انت مسؤول انك لازم تحب. جاء ربنا في العهد الجديد قال لنا ايه؟ انا عارف انكم مش عارفين تحبوا، انا بحبكم، هكذا أحب الله العالم. دي النعمة، ده الناموس بيطالبك والنعمة بتقول لك أنا بحبك، بتديك مجانا وأنا غير مستحق، دي تعبير النعمة، أعطينا عطية سماوية مجانية ونحن غير مستحقين، ده معنى النعمة. يبقى الناس دول اتحكم عليهم، عارفين ليه؟ بأربعين سنة في البرية عشان أخطأوا، راحوا أرض الموعد يشوفوها ورجعوا، وبدل ما يقدموا تقرير صح لموسى قعدوا يخوفوا الشعب ويقولوا مش هنقدر، دول هياكلونا، دول أكبر وأعظم أجساد منا. فربنا قال لهم أنتوا قعدتوا كام يوم في تتجسسوا الأرض؟ 40 يوم، كل يوم بسنة، كل يوم قعدتوا بتتجسسوا أرض الموعد
هيتحسب لكم بسنة 40 يوم، يبقى 40 سنة إلى أن ينتهي كل هذا الجيل غير المؤمن. بس 38 سنة بدأت من اللحظة دي، من قادش برنيع. تعالوا لو شوفوا كده معايا، أعدل الخريطة وانتوا شايفين الخط الأخضر ده بتاع الرحلة بتاعتهم. 38 سنة بدأت من هنا، من قادش برنيع، ولفوا كل دي بيسموها برية التيه، لحد ما وصلوا إلى وادي زراد. آدي وادي زراد. تخيلوا خدوا في المسافة دي تاخد أسبوع عشان معاهم أطفال، خدوا فيها 38 سنة. ليه يا رب عملت كده؟ عشان شعب خاطي، عشان شعب لم يصدق. هكذا وهم محمولين، وكان يعني بخمسة أروقة، بالناموس اللي فيه خمسة أسفار، التكوين، خروج لاويين، عدد تسنية، لم يشفع لهم، ماتوا في البرية. خمسة أروقة، لكن في ناس عصم وعرج وعمي يتوقعون تحريك الماء، لكن المسيح فقط هو اللي يقدر، واللي يقدر يخلص إلى التمام. آدي لو حطينا الاثنين كده مع بعض، الأيام التي سرنا فيها من قادش برنيع إلى وادي زراد كان 38 سنة، وهنا عنده خمسة أروقة بس مريض منذ 38 سنة. آدي بركة بيت حسدة النهاردة، شكلها كده زي ما انتوا شايفين الشكل ده، دي بركة بيت حسدة. تعال نشوف شفاء المسيح للرجل المخلع، وأنا مش هطول عليكم. قربنا، لقيت الصورة دي، بس دي صورة مش معبرة، لأنه الراجل على الأقل قادر يتحرك، ودي قاعد برضو مش هي، بس لقيت الصورة دي معبرة جدا، هو فعلا منتهي مش قادر. إيه الآية المفتاح بتاعتنا؟ هنا في يوحنا 5، قال له يسوع قم احمل امشي. ده فعل إيه؟ فعل أمر. لعازر هلم خارجا، ده فعل أمر. قم احمل سريرك امشي الى بيتك. تخيلوا احنا لما بنقوم من النوم الصبح بناخد دقيقه دقيقتين كده عشان ايه؟ نوزن نفسنا، بيكون الانسان مش متزن. ده نايم 38 سنه بيقوم ويشيل، ايه ده؟ ده المسيح بقى وقوته، امر هذه الاعضاء، امر ليس امر لاراده هذا الشخص فقط، لكن امر لهذا الكيان كله، أن هذا الكيان اليابس 38 سنة الآن أنت أمام رب الحياة، ما فيش موت، ما فيش مرض، ما فيش روح خطية ولا نجاسة ولا ضعف تثبت أمام شخص المسيح. تعرفوا إيه مشكلتنا أيها الأحباء؟ خلوني أقولها لكم قبل ما أسترسل. لو أنا سألت أي واحد فيكم إيه رأيك المعجزة دي حصلت كده، كلنا حنقول صح 100%. تؤمن انه المسيح قال للمولود اعمى روح اغتسل في بركة سلوام ورجع عنده عينين؟ 100%. تؤمن انه قال لعازر هلم خارجا خرج؟ طيب تؤمن انه ممكن يعمل معاك انت كده؟ هنا تبدأ المشكلة. ممكن مع الناس التانية، بس معايا انا معقولة؟ هو انا مين؟ هو ده كان مين يا اخوة؟ خاطي، ربنا عاقبه ب 38 سنة، لكن بحنانه وفي بركة بيت حسدة، بيت الرحمة، افتقدوا ربنا هناك وجالوا. أنا عايزك النهاردة تطلع من هنا وإنت عندك إيمان مصدق أنه دي مش أشياء كانت وانتهت. صدقني يسوع المسيح مكتوب عنه إيه؟ هو أمس واليوم وإلى الأبد. خلوا الموضوع ده في بيوتكم موجود، علموه لأولادكم عشان يعيشوا بيه، ما تخلوش شيء من الماضي. قم احمل سريرك وامشي. ايه اللي حصل؟ دي الآية المفتاح بتاعنا اللي بتفتح. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى. ده المفتاح اهو، في الحال آمن صدق وراح ايه؟ مشي، حمل اللي كان حامله ومشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، بس في مشكلة، وكان في ذلك اليوم سبت. مش مشكلة بالنسبة للمسيح ولا للشخص، بالنسبة لهذه العقول اللي ألفت قوانين من عندها. ما كانش غلط انك انت تحمل فراشك يوم سبت، مش مكتوب كده في الشريعة. الشريعة منعت العمل، الشغل بتاعك،
ما تشتغلش يوم السبت، ده راحة. سبس راحة، ما قالتش ما تشيلش سريرك. ده هم اخترعوا عدد كبير من الإلزامات اللي ألزموا بها الناس، لكن ما كانش ده في الشريعة. المهم، فقال اليهود للذي شفي إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم أن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. وجد في المسيح القوة إنه يأخذ اللي عليه ده الدين المحسوب دين ويحطه على المسيح. هو اللي قال لي روح اسألوه لو تقدروا. وجد في المسيح سلطان أعلى من السبت وأعلى من هذه التعاليم البالية. هو ده اللي قال لي احمل سريرك وامشي، وأنا حملت سريري. فسألوه من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك؟ مش معناها مين ده احنا ما نعرفوش، لا، من هذا الذي يجرؤ؟ ده المعنى بتاعها هنا. أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمعون. تعالوا شوفوا معايا كده بقى الآية اللي هي بتقفل. الآية الأولى قم امشي. طيب والمفتاح لما يرجع ويقفل؟ بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له، قال له إيه بقى؟ كلام خطير جدا. ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا. أيضا يعني أنت أخطأت قبل كده، أيضا مرة تاني، ها، علشان لألا يكون لك أشر. خلي بالك، خطيتك هي بالمناسبة مش معناها غلط فربنا عاقبه، لا، دي خطية عنادية استمر فيها ورفض التوبة مرة واثنين وعشرة، فربنا راح معاقبه 38 سنة. بس بحنانه برضو افتقدوا، وبحنانه دلوقتي بيقول له خلي بالك لا تعود تخطئ، لا ترجع إلى هذه الخطية مرة أخرى. مش بيقول له أنت ملاك مش هتغلط، لا، لا تعود إلى هذه الخطية مرة أخرى اللي جردتك من كل قواك، لألا أحسن يكون لك إيه؟ أشر. فبلاش. دي الآية اللي بتقفل يا إخوة. أنا بديك قوة لكن عايزك تعيش في قداسة. حط الاثنين دول مع بعض، قوة وقداسة مع بعض. فتزمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكرين فكلمهم بهذا المثل قائلا أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال؟ هو لقى الضال بتاعه حتى يجده، وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي. مش وجدت خروف ضال، لا، خروفي بتاعي، خروفي الضال. خلاصة الجزئية دي أقول لكم أنه يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. أنا هأخذ منيكم 5 دقائق لأن طولت عليكم. لما جو واجهوا اليهود يا إخوة واجهوه بالسبت. طيب أنتوا عارفين في العهد القديم لليهود أنه السبت اتكسر، لأنه السبت معناها راحة الله في خليقته، راحة الله في الإنسان. فلما تنجس الإنسان بالخطية ما عادت هذه راحة. فتكلم الوحي خلال العهد القديم عن راحة أخرى، وجاء الرب يسوع راح ضربهم في الصميم في هذه الجزئية. لو سمعتوا إنجيل النهاردة قال لهم إيه؟ أبي يعمل وأنا أيضا أعمل. يمكن تعد علينا، لا، ده كلام خطير. أبي يعمل يعني مش ارتاح وانتهى الأمر، انتوا كسرتوا الراحة، ما زال يعمل في خليقته كخالق وأنا أيضا أعمل في الخليقة كخالق. ولو ربنا ارتاح، الآب ارتاح يوم السبت لأجل خليقة مادية، الرب يسوع ارتاح في القبر يوم السبت كله من أجل إقامة هذه الخليقة الجديدة، الخليقة الروحية. فالسبت القديم كسر، ولكن السبت الجديد في المسيح هو الذي أعطانا هذه الراحة الحقيقية. أنا خلصت، بس أنا عايز أختم معاكم. مش عارف الإخوة حطوا هنا الفيديو ولا لا، فيديو 3 دقائق نشوفه مع بعض. هو ده؟
أعتقد هو ده مش محطوط. طيب حطه. في النهاية كل اللي احنا بنشجع عليه بنشجع على حياة القداسة مع السيد الرب. لا تعود تخطئ لألا يكون لك أشر، لأنه الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. تعالوا نشوفوا الثلاث دقائق دول مع بعض. كل حاجة عطلانة النهاردة. فين الصوت؟ على كل دي البركة هو طبعا مجرد صورة تخيلية، وآدي الملاك بيحرك البركة والناس بتتهافت، كل واحد عنده الناس اللي بيحاولوا ينزلوه، بس ده المخلع بتاعنا اللي بيحاول جاهدا ان هو ينزل ومش عارف، مش عارف يتحرك، مش عارف، مش عارف يوصل ازاي. ده شخص المسيح هنا شافه وهو بيحاول، وجاي لحد عنده وبيبتدي يسأله أتريد أن تبرأ؟ وهنا الشخص المريض بيقول له ليس لي إنسان في البر يلقيني في البركة متى تحرك الماء. يقول له قم احمل فراشك أو سريرك وامشي. على طول أمر بدأ يعمل في أعضاء هذا الرجل، من أخمص، من أعلى راسه لأخمص قدمه زي ما أنتم شايفين. وشال الفرشة اللي هو كان نايم عليها ولفها وحملها. الفريسيين بدل ما يهتموا بالعمل العظيم بتاع ربنا ويمجدوا ربنا ويكتشفوا شخص المسيح اللي بكلمة يأمر الأعضاء دي، لا، كان عندي وجهة نظر أخرى مختلفة تماما. هذا الفريسي أول ما شافه راح قال له تعالى أنت شايل دي في السبت ليه؟ هي دي إيه؟ لا، هم عملوا قوانين كده. فقال له اللي قال لي قوم قال لي احملها معك. مين ده اللي قال لك لحقه تاني؟ ما كانش يعرف اسمه، لان يسوع اعتزل. يسوع مش عايز مهرجان عشان يقولوا شوفوا الشخص ده بيعمل معجزات، لا، هو جاء اشفاقا لحال الانسان. بعد كده وجدوا يسوع في الهيكل. اديك انت برئت، لا تعود تخطئ لألا يكون لك أشر. النهاردة وإحنا طالعين من هنا النهاردة، أنا عايزك تأخذ الانطباع ده معك. الانطباع ده مش أنه حصل مع الشخص ده، أنا خليته في الآخر عشان تأخذ الانطباع ده
إنه اللي عمل مع الشخص ده عاوز يعمل معنا. صدقت هتاخد، ما صدقتش أنت خسران. صدق عشان المسيح يتعامل معك. لإلهنا كل المجد في كنيسته إلى الأبد، أمين.